نؤكد جميعا في رابطة عوائل الشهداء بأننا لن نتنازل وبكل ثبات وبكل إصرار عن قياداتنا المتمثلة في الرموز المغيبين في السجون. ونخص هنا بالذكر أستاذنا الفاضل الأستاذ المجاهد الأستاذ الصابر الأستاذ عبد الوهاب حسين. وعندما نقول يا أبو حسين يفديك شعب البحرين نحن واثقون من هذه الكلمة ونقولها من قلوبنا. نعم نعتز بكم أيها الرموز، نعتز بكم جميعا، ونحن نتألم عندما نسمع أي خبر عنكم في تدهور لصحتكم، بل ننتظركم بشوق لتكونوا معنا فترسمون لنا علامة النصر. هذه العلامة التي لا تحلو لنا أبدا إلا بوجودكم، بل هناك صف الجو لا يكون حلوا ولا يكون له طعما إلا بوجودكم معنا أيها الرموز. نحن نؤكد هنا من أمام بيت الأستاذ عبد الوهاب بأننا جئنا وبكل ثقلنا لنطالب الجهات المختصة وهذه الحكومة الظالمة بأن تفرج عن كل سجين يعاني من مرض ليحتضنه هذا الشعب. إذا كنتم أنتم لا تعبهون بمثل هذه الأمور فإننا نؤكد لكم من خلال هذه الوقفة بأننا نفدي رموزنا بقلوبنا ولن نتنازل عنهم أبدا مهما كانوا وفي أي معتقل وفي أي مكان. نؤكد جميعا بأننا نقف صفا واحدا مع رموزنا الأبطال، ولن يهدأ لنا بال إلا وحتى يخرجوا لنا من سجونهم رافعين علامة النصر المدوي لنعلم الداخل والخارج بأننا شعب متماسك، شعب لا يتنازل عن قيادته مهما كلفنا الأمر ومهما ذهبوا له من أبعاد. إننا هنا حاضرون بكل ثقلنا، نعم ولا زلنا، ولو نشرنا أكثر لجاء شعب البحرين بأكمله ليحيي هذا المجاهد الصابر. نعم إنه ثابت منذ أزل وثابت منذ الثورات القديمة من الثمانينات. الأستاذ عبد الوهاب لم يتغير وبقي صامدا ولا يعبأ بسجونكم، بل هو يقول كلمة الحق المدوية والتي تعلمون. وهذه قياداتنا ساومتوهم في السجن وخارج السجن ووجدتوهم صامدون يطالبون بحرية هذا الشعب. لا تغريهم الإغراءات ولا تملأ عليهم الإملاءات من قبلكم. نعم هم عندهم هذا الشعب أسمى من كل إغراءاتكم وأسمى من كل ما تقدمون له من إغراءات. نعم هذا هو مطلبهم، هذا هو مطلب الأحرار، هذا هو مطلب الصامدون. نعم وكيف لا ونحن نعيش ذكرى استشهاد أبي عبد الله الحسين، هل تريدون منهم التنازل؟ لا، لن يتنازلوا أبدا ولن نتنازل نحن حتى نحقق النصر لهذا الشعب وننتصر بإذن الله، ويكون الاستحقاق في ساعتها، وأن نقتص من الظلمة وأن نقتص من المجرمين الذين عاثوا في الأرض فسادا وقتلوا أبنائنا وغيبوا رموزنا في السجون. نعم سنقتص منهم عاجلا أم آجلا، وسيلحقهم العار وسيكونوا في مزبلة التاريخ. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.